بقى على الجانب الاخر كابتن احمد سعد عضو مجلس اداره نادي التليفونات بني سويف والمشرف العام على الكره بالنادي. كابتن احمد تحياتي ليك يا كابتن. تحياتي لحضرتك كابتن اهلا محمد وسهلا. وتحياتي للساده المشاهدين، انا الله دايما يخليك متعلق على كابتن محمد. منورنا كابتن. طيب يعني موقف غريب، ويمكن كان معايا كابتن سيد دلوقتي اللي كان مسؤول عن الفريق الاخر اللي هو اتقال عليه ان هو تليفونات بني سويف. انا عايز برضو اخد موقف المسؤولين اللي هم مجرد لما سمعوا النتيجه واتقالت النتيجه على السوشيال ميديا او ايا كان على الخاص طبعا بنادي قزمه، ردوا سريعا وقال لك لا احنا مش تليفونات بني سويف، اللي احنا اصلا اجازه، احنا ما شكلناش الجهاز. اخد برضو المعلومه من حضرتك لان هي برضو احنا مصر في الاخر كره قدم، ما ينفعش ان ناس او يعني نادي اخر لدوله شقيقه بييجوا يعملوا معسكر ويجي حد يقول لهم انتوا هتلعبوا نادي ويفوجئوا بنادي اخر، او ما يفوجئوش اصلا ان في نادي اصلا دول مجموعه من اللاعبين تم يعني تجميعهم ويلعبوا باسم نادي الحقيقه اسمه تليفونات بني سويف. تمام يا كابتن محمد، بشكر حضرتك طبعا على حضرتك متبني القضيه دي. زي ما حضرتك قلت هاخد من كلام حضرتك، الموضوع اكبر اصلا من نادي تليفونات بني سويف. ازاي بقى؟ بمعنى ان الموضوع يمس سمعه مصر. تمام. بمعنى طبعا ان حضرتك زي ما اكدت انت بتتكلم النهارده في اي فرق خارجيه سواء عربيه او افريقيه او اوروبيه محتاجه تعمل معسكر في مصر بتشجع فكره التسويق الرياضي، يبقى حضرتك احنا لازم نتفق النهارده ان النادي لازم تبقى جايه مبسوطه في جو صحي امن. النهارده الموضوع باختصار احنا فرقه اسمها تليفونات بني سويف، اسم معروف واسم كبير. احنا صحينا من النوم لقينا بيان نازل على صفحه كازما الكويتي والمواقع كاتبه ان احنا لعبنا ماتش ودي مع نادي كازما الكويتي اللي طبعا بنرحب في مصر طبعا، وان احنا اتغلبنا 7-1. طبعا حط حضرتك نفسك مكاني، نادي تليفونات بني سويف حتى هذه اللحظه لم يبدا فتره اعداد ولم يبدا اي تدريبات ولم يعلن اصلا عن تشكيل الجهاز او بدايه فتره الاجازه. تمام كده. تمام. طبعا لما نزل خبر زي كده بديهي جدا احنا كمجلس اداره النادي طلعنا بيان نفينا تماما ان الفرقه اللي لعبت دي هي تليفونات بني سويف. فلاحقت الاحداث ولقينا في بيانين نزلوا، اتمنى بس ان فريق الاعداد عند حضرتك المحترم في جوابين هم اللي يحلوا الازمه والقصه دي كلها. البيان الاول هو بيان نادي قزم الرياضي اللي طلع فيه وقال فيما معناه ان هم تعرضوا لعمليه نصب واحتيال، ان هم فوجئوا على الشاشه البيان لحضرتك المباراه ان اللي لعب تليفونات بني سويف، ولكن اكتشفوا بعد كده انه مش تليفونات بني سويف وبيحملوا الشركه المنظمه اللي هي اقامه المعسكر واقامه المباراه الوديه المسؤوليه، وعليهم ان يتقدموا باعتذار لنادي تليفونات بني سويف ونادي قزم الكويتي. تمام كده يا فندم؟ تمام. البيان الثاني بقى اللي اتمنى برضه حضرتك تظهره للساده المشاهدين عشان انا بكلم حضرتك بالمنطق، ان شركه ستار ميكر فوتبول اللي هي طلعت البيان نزلت اعتذار رسمي لمجلس اداره نادي قزم الكويتي عن الخطا الغير متعمد بشان المباراه. وانهم اتفقوا مسبقا على عده مباريات كان من ضمنها مباراه قزم وتليفونات بني سويف، وتم تحديدها مسبقا مع احد الاشخاص الذي ادعى انه يمثل نادي تليفونات بني سويف. ولكن للاسف الشديد الشركه تعرضت للخداع من ممثل نادي تليفونات بني سويف الذي اتضح فيما بعد انه لا تربطه اي صله بالنادي، وادعى كذبا ان الفريق المنافس يمثل نادي تليفونات، والشركه نفت علاقتها بما حدث مع النادي القزمه ونادي تليفونات. تمام كده يا فندم؟ تمام. هاخد من كلام حضرتك بقى والمقدمه الطويله اللي قالها الكابتن سيد رياض، وانه راح والقادسيه ودخل من الفندق ومش عارف ايه. انت ده كده المقصود كابتن سيد بالبيان يا فندم؟ يا فندم انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، انا تواصلت فعليا دي بقى مفاجاه وحصريه لحضرتك في البرنامج. انا تواصلت فعليا مع شركه ستار ميكر وقالوا لي نصل، وانا اتمنى بقى من فريق الاعداد عند حضرتك يوصلوا شركه ستار ميكر، وان هم قالوا لي نصل ان احنا تعرضنا لعمليه نصب، وان جه احد الاشخاص ادعى ان ده فريق تليفونات بني سويف. سالتهم نصا مين هذا الشخص؟ قالوا شخص يدعى سيد رياض. بناء على هذا الكلام احنا كنادي تليفونات بني سويف، لان انا اسم كبير مش صغير، والموضوع زي ما بقول حضرتك اكبر من نادي تليفونات، ده موضوع يمس سمعه مصر وعدم تعرض النادي لاي شبهه. هي واقعه، هي واقعه برضه يعني احنا حررنا محضر رسمي في اسم الشرطه. تمام. وعملنا مذكره لاتحاد الكوره ولوزاره الرياضه لان الموضوع دخل في بعد امني وفي تحقيق بيدار حتى لا اتهم احد او ادعي اتهامي لاي شخص. كابتن سيد رياض بيقول انه يعرف نادي تليفونات بني سويف زيه زي بقيه الانديه.
لكن سيد رياض بس عايز اوضح زي اي استثمار لعيبه بيتعامل مع انديه. بالمناسبه فريق المنافسه النسويه احنا كنادي مدينه الراعي، الراعي ده هو اللي مسؤول عن اداره الشركه او اداره النادي. كابتن سيد رياض دخل لعيبه زي ما بيقول زي اي استثمار للنادي، بس عايز اوضح معلومه عشان بس هو قالها اوضح له بس حاجه لحضرتك كل الراي العام عشان تبقى واضحه. كابتن سيد رياض قال في وسط كلامه او قال في صفحته النهارده على الفيسبوك ان هو تبرع للنادي ب 200,000 جنيه ومدي للنادي خمس لعيبه وانه ساهم في انقاذ النادي في شهر يناير بعد وقعه الانسحاب والترسانه اللي كانت فيها حدث جدل ودي بعيد عن النادي. هذا الكلام انا بقول انه غير صادق بالمره. كابتن نادي دريفونات بني سويف مش مستني تبرعات من حد ولا مستني ان حد يقف جنبه. السيد رياض ملوش دعوه اصلا مع احترامي ليه بان هو انقذ النادي من الضياع والكلام ده كله. ده استنفار لعيبه زيه زي اي حد ودى لعيبه للنادي. بالمناسبه خمس ست لعيبه اللي جابهم السيد رياض ولا واحد فيهم لعب، انا اصلا ده مش قصتي، في مدير فني وفي شركه راعيه مسؤوله. ولكن لما تيجي تربط بقى ما بين ان الكابتن سيد رياض اللي اتفق مع الكابتن كارم على مباراه واتذكر فيها اسم تليفونات بني سويف، انا هسيب التحليل لحضرتك وللساده المشاهدين. لماذا تم الزج باسم تليفونات بني سويف في هذه الواقعه؟ وبعد الاتصال بالشركه المتعهده ذكرت هذا الاسم، وايه الربط اللي موجود ما بين تليفونات بني سويف وما بين وجود الكابتن سيد رياض ووجود الكابتن كارم اللي احضر الفرقه او احضر الكابتن سيد رياض؟ الاجابه انا طريقها لحضرتك وللساده المشاهدين بناء على البيان اللي طلع من شركه ستار ميكر اللي اقر واعترف رسميا والكلام ده كله في التحقيقات في سوري في اسم الشرطه وهيتحول نيابه للتحقيق واخترنا بذلك وزاره الشباب والرياضه. ايه اللي خلى اسم تليفونات بني سويف يتذكر في هذه المباراه؟ بس انا مش هقدر اقول لحضرتك اكتر من هذا. تمام. السؤال محتاج اجابه عليه. تمام، بشكرك يا كابتن. حضرتك تشهد قصتك يا محمد. نعم يا كابتن. بقول وصل حضرتك كده الموضوع كده. وصلت، بس انا عايز اسال سؤال. يعني انت كل الاطراف انا اسمي اتذكر في مباراه اتغلبت فيها 7-1 وفريقي قاعده في البيت. ما هو انتوا لسه بتقول ما عملتوش اي حاجه اصلا ولا اي فتره اعداد يا فندم بالبلدي كده ما قومناش مكان. انا لا اعلنت من الجهاز ولا بدات فتره اعداد. انا فرقتي اتغلبت من قزم الكويتي 7-1 وينزل لي بيانات. طب اشمعنى تليفونات بني سويف يا كابتن؟ يعني لو احنا رحنا حضرتك اعتقد الكابتن سيد رياض رد على الاجابه دي في وسط كلامه ان هو يعرف التليفونات وان هو ودى لعيبه. يبقى اعتقد ان واضح كده ان اسم تليفونات بني سويف اتذكر في الواقع عشان يبان لقزم الكويتي ان هم مش جايبين فرقه تسويق ولا فرقه. لان عايز اوضح لك حاجه لو تسمح لي في دقيقه. اتفضل. لو حضرتك رجعت للمسؤولين في اتحاد الكوره والبيان اللي نزل لاتحاد الكوره بيقول ان يمنع اقامه اي مباريات اصلا مع فرق اجنبيه او عربيه الا بموافقه او بتصريح من اتحاد الكوره واختار اتحاد الكوره بذلك. لان المفروض الموضوع مش عشوائي. النهارده بتتكلم في فرق من خارج مصر جايه تلعب مباراه وديه، لابد ان يكون هناك موافقات بين الانديه بينها وبين بعض، وخصوصا لو كانت فرق اجنبيه. والا كل واحد هيجمع بعض لعيبه من انديه او من غير انديه ويروح يلعب ويقول لهم انا فرقه تليفونات بني سويف. بس ممكن اقف عند الحته دي، مصلها بتحصل كتير قوي مع انديه كبيره كمان في مصر ان هي على فكرة بيروحوا يلعبوا فرق. على فكره بتحصل بس امتى بقى؟ لما يكون الفرقه نفسها هي اللي رايحه. يعني لو تليفونات بني سويف اللي راحت لعبت مفيش مشكله. لكن لما يروح مجموعه لعيبه تم تجميعهم من فرق وفي الاخر الخبر ينزل ان الفرقه دي اللي كان فيها الكابتن سيد رياض اسمها تليفونات بني سويف، انا بخاطب عقل حضرتك ومنطق حضرتك ومنطق الساده المشاهدين. لماذا تم ذكر اسم تليفونات بني سويف في هذه الوقعه؟ الاجابه دي بقى طيب عايز اسالك سؤال كابتن سيد، هل ليه علاقه بالمستثمر اللي موجود بيصرف على النادي؟ المستثمر اللي موجود يعني هو ليه علاقه بالكابتن؟ يا فندم الكابتن سيد اقر واعترف انه سمسار اللعيبه بيتعامل مع كل الانديه مش مع تليفونات بني سويف. لكن بالمناسبه الراعي اللي واخد تليفونات بني سويف طلع برضه بيان وقال ان هو ما عندوش اي معلومه بهذا الكلام ومفيش حد اخذ موافقته ولا موافقه النادي بهذه المباراه. طيب فالموضوع سهل جدا. طيب كابتن احمد، يمكن وانت معايا دلوقتي كابتن سيد رياض طلب ان هو يخش مره ثانيه، هل انت حابب ان هو يبقى متواجد وانت لا بتتكلم؟ انا بعد اذن حضرتك معلش انا مش عشان حاجه بس انا عشان الموضوع ده قيد التحيات. تمام. انا ما احبش اخش في مواجهه مع اي حد كلام. لان في الاول وفي الاخر هو ليه حقه انه يتكلم من وجهه نظره، بس انا اكبر من ان انا ادخل في مداخله في قصه اصلا هيكون فيها تحيات. فاتمنى ان الموضوع ده يدار في التحيات بشكل رسمي، واذا كابتن سيد رياض
طلع غير مدان انا اول واحد هطلع اعتذر له في بيت رسمي واقول له انا اسف وحقك عليا. تمام، حق الرد مكفول للجميع. وطبعا حضرتك لو حابب حتى بعد ما كابتن سيد يخلص مداخلته دلوقتي تاني تقدر حضرتك تقدر تواجد الكابتن. انا مش بره بس معلش انا طبعا اتفضل اتفضل يا كابتن. بشكرك وحق الرد مكفول للكابتن سيد. بشكرك كابتن احمد سعد المشرف العام على الكوره وعضو مجلس اداره نادي تليفونات بنسيف. طيب